اتفضلوا مجموعة الرضا، السؤال جه لحضراتكم مجموعة ايه؟ السؤال مجموعة الشروق. تمام؟ كان السؤال ايه معوقات في استراتيجية القرين الساعة؟ كان المعوقات هي عدد الطلاب الكتير في الفصل. تمام؟ تاني حاجة الفوضوية، طبعا بناء على انه عددهم كبير الحركة اثناء ان هو يدور على القرين بتاعه هتعمل نوع من الفوضى. تمام؟ عدم مناسبتها او مصالحيتها لكل المراحل، يعني من اولى لتالتة ابتدائي مثلا مينفعش الحاجات دي في الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية لا تصلح. انت شايفين ان انتوا كمجموعة شايفين رأيكم ان يتم استخدامها في الصفوف العليا. تمام؟ وبيت التعلم ان الفصل بيكون عدد كبير جدا لحد ما اعمل مجموعات واقسمها وكده، طبعا بتبقى الصعوبة صعبة على الاولاد وصعبة على طيب بالنسبة لحضرتك يا استاذة فايزة كمتحدث للمجموعة، عايزة اقارنك في يعني عايزة اناقش حضرتك في حتة بيئة التعلم. هو قرين الساعة او صديق الساعة محتاج ان انا اقسمه مجموعات؟ بعد ما اشتغل مش هشتغل بقرين الساعة دي يا جماعة. نسمع من المجموعات التانية. تفضلي يا استاذة، فشكرا جزيلا لادائك. تفضلي نسمع مجموعة الصفا. هو انا مش بقسمهم مجموعات، هو مجرد ما بيلف على زمايله بيكون ال 12 قرين، هما كده كانه عمل اتنين بالظبط. يعني يا جماعه صديق الساعه ما بقسمهمش انا مجموعات، هو اللي بيدور على صديقه وقرينه في كل ساعه، يبقى اذا ده تعلم بالاقران بشكل مختلف. يعني انا حاساها جميله لسبب، لان انا لو عندي مثلا 40 طالب هيبقى كاني عندي 20. يعني كاني هقلص في الوقت اكتر. ده في راي مخالف لراي حضراتكم مجموعه الرضا، انتوا كتبتوا ان من انها هتسبب نوع من الفوضى عشان العدد كبير. ده المس عملت ده نقطة إيجابية، قالت إن الاستراتيجية دي أقوى استراتيجية ممكن تستخدم عشان تتغلب على العدد الكبير، لأن الأربعين هيبقوا 20. هي مش قصدها في كده، هي قصدها في الحركة، هي التنقل مع كل قرين. يعني تمام، بنسبب مع القرين من كل مجموعة، هي تمام بيبقى فيه صعوبة في الحركة وتغيير. طيب تمام، هي دي المعوقات. أنا عايز أعرف أنتوا اتغلبتوا على المعوقات إزاي؟ كان سؤالكم ما المعوقات؟ بس تمام، ده السؤال ايه هي المعوقات؟ نسمع مجموعة الصفا. السؤال جالكم من مجموعة ايه؟ مجموعة الصفا، اتفضلوا هنا، اتفضلوا هنا مجموعة الصفا، اتفضلوا. اتفضلي عند مجموعتك. ليه السؤال؟ السؤال جه لحضراتكم من مجموعة الرضا. تمام؟ التغلب ازاي على معوقات الاستراتيجيات داخل وخارج الدائرة؟ كان السؤال للمجموعة هو كيفية التغلب على معوقات استخدام استراتيجية داخل وخارج الدائرة. قلنا أول حاجة حسن إدارة الوقت واختيار الوقت المناسب لتنفيذ استراتيجية. هي أول حاجة هيختار الوقت المناسب لتنفيذ استراتيجية داخل وخارج الدائرة. ازاي يتغلبوا على المعوقات؟ هيختاروا الوقت المناسب. يا مجموعة الرضا اللي أرسلت لهم السؤال، لما قلت لهم ازاي هتتغلبوا على معوقات استخدام داخل وخارج الدائرة، هم بيقولوا هنستخدم الوقت المناسب، يعني هيعملوا تخطيط لاستخدام الايه؟ الاستراتيجية. تمام، هينظموها تنظيم مسبق، يعني مش هيسيبوها ارتجالي كده يفكروا فيها وهم قاعدين في الفصل يقولوا دلوقتي هنعمل استراتيجيه داخل وخارج الدائره. لا، هم منظمينها من قبل كده وعارفين كويس قوي شكل الفصل هيبقى ازاي، اداره الصف هتبقى ازاي. برافو عليكي، نقطه مهمه جدا. اختيار مكان مناسب لتنفيذ الاستراتيجيه. اختيار مكان مناسب للتنفيذ، يعني هم افترضوا يا جماعه ان حل من حلول المعوقات، المعوقات اللي مش شرط ان انا التزم ببيئة الصف، يعني ممكن يطبق داخل وخارج الدائرة خارج الصف. توكيل مساعد مع المعلم لتغيير الاستراتيجية بسرعة. فكروا في فكرة جديدة وفكروا خارج الصندوق، ان طالما المعلم محتاج ان هو يعمل دائرة داخلة ودائرة خارجة ممكن نوفر مساعد. عشان موضوع التغذية الرجعة. ممكن أحد الزملاء، برافو عليك، ممكن أحد الزملاء في التخصص يكون في التوقيت ده فاضي وعنده الوقت متاح وأطلب منه المساعدة ويساعدني. تمام، رائع. إدارة الصف، رائع. أنا بحيي المجموعة تحية رائعة لمجموعة الصف، لأن هم أوجدوا حلول للمعوقات، حلول عملية، حلول منظمة جدا بتعتمد على التخطيط، بتعتمد على النظام، وبتعتمد على التشارك والتعاون، ودي
المعوقات اول حاجه عدم توافر مكان اجراء الاستراتيجيه، المكان مش موجود. المكان هيبقى صعب جدا لان الديسكات كتير وبالطول، فهيبقى صعب اعمل حوض السمك بالطريقه اللي احنا نفذناها المره اللي فاتت، مجموعه جوه ومجموعه بره ويبقى في مكان متاح. عدد الفصل الفصل العدد كتير تمام، يعني مش الكل هيشارك تمام. زمن الحصه الزمن توقيت الزمن مش مسائل. موضوع اللبس نفسه مش في كل المواضيع ما ده اتفقنا عليه اول يوم، ان الاستراتيجيه بنختارها بناء على ملائمه ده المحتوى الدرس، مش ده اتفقنا عليه في الاول على قواعد اختيار استراتيجيه. كنا بنبني القواعد اختيار استراتيجيه لايه؟ المحتوى، ملائمتها للمحتوى، يبقى مش اي استراتيجيه تنفع بكل الدروس ده. احنا قلنا في قواعد، احنا النهارده مش في قواعد الاستخدام، احنا النهارده في معوقات الاستخدام، فهو فخلينا ننزل بالقواعد فين في المعوقات تمام؟ الحاجة الأساسية كمان عدم توافر الأساس، يعني أنا لما أستخدم حوض السمك لازم تبقى ترابيزة مدورة، مفيش عندي ترابيزة مدورة، كراسي مش موجود أجيب اللي هي المكان اللي قاعد فيه التلميذ، أستخدم طيب يا ترى طب يا ترى قدرتوا تتغلبوا على المعوقات دي ولا قلتوا المعوقات بس؟ لا طيب أحب أنا أضيف بقى للاستراتيجية اللي إحنا شغالينها النهاردة إيه السؤال؟ أحب أضيف بقى مين يديني ترزية رابعة ليهم ويقول لي ان اللي قالوه ده حقيقي وواقعي ولا عنده اضافه عليه بالايجاب او بالسلب؟ مين؟ ها اتفضل يا استاذ. بالنسبه للترابيزه لازم منوره، يعني مش مشكله، يعني لازم اتعامل لازم في احواض سمك مستطيل. في حاجه عندنا في الجيش، يعني هم اللي دخلوا الجيش ما دخلوش بس واحد خبره، يعني بيقول لك اتصرف. انا ما ينفعش كمعلم واسع الامكانيات واسع الخبرات واسع المدارك واسع العقل ان انا اتخيل بطريقه مدوره او طريقه مدوره، يعني ممكن يعملها هو احط استديو مع بعض احط ثلاثه مش عارف ايه اعمل شكل اعمل حاجه لازم اتغلب تمام، يعني لازم بالنسبه للنفسي. انا استنى ان حضرتك تعمل لنا ده في المشروع، على فكره يا جماعه في مشروع ليكم شكل تنظيمي ليه مسابقه يعني قدامكم قدامكم وقت متاح نهايه الترم يا جماعه اللي حضر معايا تعالوا نخش طبق اي استراتيجيه من الاستراتيجيات اللي احنا قلنا عليها، اي استراتيجيه طبقها صورها لي بمرحلها، صور لي جزء كده صغير فيديو، صور لي صور وارسم لي الشرح انت عملتها في سنه كام، طبقتها ازاي، وكان قبل ما اطبقها ايه، كان بعد ما اطبقها ايه، وهيتم اختيار افضل الاعمال وتكريمهم من ثلاث اهداف اصلا ان شاء الله تمام. هو ده المشروع بتاعك، هو ده المشروع بتاعنا للانجاز خلاص. طيب انا بشكر حضرتك جدا، بشكر حضرتك يا استاذه، شكرا جزيلا لحضرتك. هقوله تاني شكرا جزيلا يا فندم. هننتقل لنقطة تانية.